تحرك من أقلية منحرفة، مش أقلية وليس شعب الجزائر كله. شعب الجزائر له الاحترام والتقدير أيا كان، كله حيبان، كله حيبان يا أستاذ أحمد، كله حيبان. لكن لما تبقى أقلية منحرفة عمل هذا التصرف، ما فيش مثقف منهم طلع قال أنا آسف، لا مخرج ولا فنان تشكيلي ولا مطرب. اذا كان الاستاذ مصطفى بكر بيقول خالد اللي محمد منير عمل معاه حفله هنا، وانا اشك ان الشاب خالد يقول كلام زي ده. بص بيني هذا الكلام، واتمنى ان يكون عندهم صحف كاذبه وبين بلد المليون لقيط. لا 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 لا، مليون شهيد مليون شهيد. لا لا معلش، دي بص انا سايب الناس تتكلم زي ما هي عايزه، بس بلاش المليون شهيد. انا يعني في تاريخ ما نقدرش ان احنا لازم نقطع الجزائر دي تماما، وده شعب متخلف وحقير، وبجد ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه. واحنا مش الناس بتفتكر انه الطيبه او الاحترام او الادب او انه حد يبقى عنده اخلاق ان هو جبان. احنا عمرنا ما كنا جبنا، طول عمرنا ستاتنا رجاله ورجالتنا ارجل من ارجل راجل عندهمش اساسا. ودول ناس بجد شعب مستفز، ودول مش قله يعني دول مش اللي بيشجعوا الكوره، او مش ده مش ماتش كوره، دي حرب. يروحوا يشوفوا بلدهم، يروحوا يعمروها بدل ما هم سايبوا المجرمين في الماتشات، يروحوا يعمروا بلدهم او يعملوا حاجه لبلدهم. بدل ما احنا انا كجيل جيلي انا عرفتهم وعرفت ان في حاجه اسمها جزائر من خلال فنانه مصريه وانتاج مصري اللي قررناها. شعوره في 60 داهيه، ده احنا بنكرههم وبنحتقرهم، ودول شعب حقير ومعروف هم بره، هم اساسا مش قاعدين في بلدهم لان بلدهم مش سايعاهم ومش واخداهم اساسا. هم موجودين بره في فرنسا فوادين وعاهرات في كل حته. هم ناس مش محترمه بالمره، بكبرهم بصغيرهم بعواجزهم باطفالهم. احنا بنكرههم كلهم ومش عايزينهم، ودي بجد الحاجه اللي حصلت اللي تخلينا بعد كده نعرف ناخد حقنا. وميدو لما كان بيتكلم دلوقتي وبيقول اللي حصل واللي حصل، المفروض كل اللعيبه يبقوا كده، يبقوا زي ميدو وبيتكلموا زيه، لان هم دول اللي هيعرفوا يتعاملوا مع الاشكال دي. احنا لازم نبقى ناشفين ونبقى اقوياء عشان ما حدش يقدر يجي علينا. احنا اهم منهم واحسن منهم، وزي ما انتوا قلتوا احنا بناخد ايه من الجزائر؟ رمل، بيصدروا لنا رمل من الصحراء اللي عندهم. ايه الجزائر؟ مين الجزائر؟ احنا ما نعرفش الجزائر غير من فنانه ماجده اللي عملت فيلم. انا جيل انا ما اعرفش ايه الجزائر، وعمري ما رحتها وعمري ما فكر اساسا فين الجزائر دي. شكرا يا زينة. وعمري ما فكر اساسا فين الجزائر دي. شكرا زينة. ومكالمه جمهورهم كان واقف، ولا شتمناه ولا حتى قلناش لفظ. خلصنا الماتش 2-0 سقفنا ومشينا. قسما بالله وبقولها قدام كل الناس، لو لمحت واحد جزائري في الشارع ما هرحمه انا ويضربني بقى. قسما بالله لو شفت واحد جزائري في الشارع، فنان، ضابط، ممثل، لعيب كره بلطجي، هستشهد عندي سعاده اموت قدامه عادي جدا. لا، وده عايز اقول ده شعور، يعني ده شعور جزء كبير. الجرايد بتاعتهم هنمنع فلان وعلان وعلان من فنانين من دخول الجزائر. انتوا الطول يا معفلين. في السودان دي ناس، احنا ناس كلنا، كل الناس اللي راحت السودان ناس شرفة، ناس راحت عشان تشجع كوره. انا مش راح معركه حربيه. معركه حربيه ليه؟ اروح معركه حربيه في ايه؟ ناس ماسكين سكاكين. اي الحمد لله، كلنا بنقول الحمد لله احنا ما كسبناش. كان هيرجع لا يقل عن 2000 واحد في تابوت، في توابيت اللي كانت هترجع سكاكين. وانا ده كوره يا اخوانا، كوره. انا قلت ان لو مصر لو كسبت هنشجعها، الجزائر لو كسبت والله العظيم ما مشجعهم. لو هم فين ما هشجعهم.
في الراديو ان اللي قلت الفريق بتاعنا انا ما يهمنيش الفريق خسر في كرة قدم يا استاذ ابراهيم، انما فعلا من قلبي مش مبروك للجزائر، ومن قلبي انا ضد الجزائر في اي مباراة هتلعبها لو هيلعبوها مع تل ابيب، وبقولها من كل قلبي وانا اتحمل المسؤولية. لو في لو لو في كاس العالم هيلعبوا اكتر ناس مكروهين مننا في يهود، انا مش هشجع الجزائر. مش انا مش قادر اقول الاخوه تاني، انا من قبل 3 ايام انا قلت على قناه الحياه ان انا كنت بروح في الجزائر والناس بيستقبلوني احسن استقبال ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص ما بقاش فيه الاخوات، وانا اسف ان انا رحت هناك اساسا. في حالة غضب، بس أنا معترضة على حاجة أنت قلتها، وهي بعض المشجعين الجزائريين، وهو ولا كان بعض ولا حاجة. أمال إيه؟ لا كان كل، كان كل، وكان الجيش، وكان ناس بره الملعب خالص ما لهمش علاقة بالماتش، وكانت الحقيقة يعني ما كانتش موقعة، كانت ملحمة. لما بتقولي الجيش أنت كان في طول ما إحنا ماشيين طيارات مكتوب عليها الجيش الجزائري، لما وصلنا لقينا ان زي ما يكون ناس بتحضر بقالها 3 ايام لحرب. مش طب احنا ما عملناش زيهم ليه؟ لا اولا انا عايزه اقول لك حاجه، انا مستغربه قوي الناس اللي بتطلع في الاعلام بتقول الجزائريين ومضطهديننا وبتاع. اي حد مثقف او اي حد فنان سافر الجزائر قبل كده هيعرف ان الناس دي مرضى، ومرضى من زمان جدا. يعني انت في الجزائر ما تقدرش تطلع من عربيتك تقف لمده 5 دقايق، لازم يا هتتخطف يا تضرب مطوى، لانها نسبه ارهاب عاليه جدا الجزائريين مع بعض، فمش يعني مش هنستغرب. بس انا رحت الجزائر ريهام وما حصليش كده. انا حصل لي كده، انا رحت اعرض مع الفنان كمال ابو رايا والفنانه سميحه ايوب، وكانت مسرحيه من اخراج سعد اردش، وما كناش بنقدر نقف ثانيه في الشارع والله. عندهم القذره بتاعتهم. أيوة. لازم يكون في تصرف، في رد فعل، في حاجه نعملها. احنا مش قليلين، احنا مصر دي يعني مصر دي ام الرجاله بجد، اللي فيها الفن كله، وفيها الكتاب، وفيها الرؤساء، وفيها العظماء 7000 سنه. مش عايز اقول كلام فيه اشعار، لان انا عايز اقول اللي في قلبي، وعشان لو 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 دخلت شويه في الكلام مش عارف امسك لساني، الناس دي مش عارف اتكلم عليها ازاي. كفايه فرحه الـ 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 الشباب اللي في الشارع دي اللي بتقول عايزين نروح الجزائر، ده دول لوحدهم كفايه يروحوا يولعوا فيهم. الناس دي يولعوا فيهم بجد. ده ناس تافهه، ده ناس تافهه. أيوه. ناس تافهه يعني، مش فاهم يعني، دي ناس تافهه ومجانين. دول تافهه ومجانين ليه؟ لان دول اساسا عشان دخلوا كاس العالم موتوا 14 بالاحتفال بتاعهم. طب انا بتمنى من ربنا انهم يخشوا وياخدوا كاس العالم عشان يخلصوا على الرئيس بتاعهم، عشان تبقى الدنيا خلصت عندهم كده، لان دي ناس زباله، دي ناس زباله. لازم رد بجد، احنا عايزين الرسائل.